نحن نقول لإسرائيل انسحبي من الأراضي اللبنانية المحتلة ومن الأراضي السورية المحتلة ونحن جاهزون للسلام. لبنان جاهز للسلام وإسرائيل وسوريا جاهزة للسلام. أما إذا أرادت إسرائيل أن تهيمن على المنطقة فلا يمكن أن يعيش أحد في المنطقة بسلام. الأجساد الطاهرة للشهداء الأبرار، شهداء المقاومة والأسرى والمعتقلين الذين حرروا من سجون الاحتلال الإسرائيلي، تعود بعض الأحداق إلى عيوننا وتعود بعض القلوب إلى صدورنا.